طيب، هنالك ايضا تصريحات من المتحدثه باسم البيت الابيض، هي تتحدث بانهم لم يروا سببا لكي يخففوا استعدادات الولايات المتحده الامريكيه لاي استخدام نووي من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. يعني سيدي الكريم، لو استخدم بوتين السلاح النووي ما الذي سيجري؟ هذا هو السؤال الاهم، هل ستستخدم الولايات المتحده الامريكيه اسلحه نوويه ايضا؟ ما الذي ستفعله الولايات المتحده؟ لا أعتقد بأن الولايات المتحدة سوف تلجأ إلى السلاح النووي، ولكن لدينا القدرات العسكرية للقيام بعمل عسكري في أسلحة تقليدية لضرب المواقع التي يعني تصدر منها الأسلحة النووية. السلاح النووي يعني ممكن استعماله، ولكن في الوقت الحاضر لا ضرورة لاستعماله طالما أنها سوف تكون أسلحة تكتيكية قريبة المدى. ولكن في جميع الأحوال هو خطأ كبير من قبل بوتين وإدارته بأن يهدد باستعمال الأسلحة النووية ضد شعب مسالم. بإمكان الولايات المتحدة ضرب يعني ضرب مواقع مهمة جدا لروسيا بدون استعمال السلاح النووي. لكن لا تعتقد بأن بوتين بإعلانه هذا الاستفتاء والتعبئة الجزئية بأنه يريد أن ينهي المعركة، لا تعتقد ذلك؟ في كل خطوة قام بها بوتين كان يريد إنهاء المعركة بأسرع وقت ممكن، ويبدو بأن حساب الحقل لم يتماثل مع حساب البيدر، يعني ما زرعه لم يحصده في الوقت المناسب. في كل منحى من هذه المعركة كان خاسرا، وأعتقد أنه سوف يخسر في المرحلة القادمة. يعني إجراء التعبئة في الوقت الحاضر يصعد من الأمور، ولكن ليس هناك تأكيد ضمانات بأنه سوف يفوز. ما الذي سوف يفعله هؤلاء 300 ألف شخص في 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 أوكرانيا طالما أن السلاح ما عنده سلاح كافي، ليس لديهم الأكل الكافي لهؤلاء الجيش، اللبس الكافي، ليس لديهم الأسلحة الكافية لتزويد هؤلاء 300 ألف شخص؟ إذن منذ البداية كانت حرب خاسرة، ويبدو بأن بوتين يبدو بأنه سوف يخسر هذه أيضاً.